مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد متجدد من برنامج السجان والذي تشاهدونه دائما عبر قناة الوطنية. كما تعودتم مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج الذي يعالج كل المواضيع بسطح عال من الجرأة بدون إطالة، مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، ابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، لمن التحق بنا اللحظة أنتم تشاهدون برنامج السجان عبر قناة الوطنية. يحضر معي اليوم في هذا العدد ممثل جزائري يدعى في الوسط الفني يالاس أمير. يالاس أهلا بك، أسعد كثيرا بوجودك اليوم معي في برنامج السجان. يعطيك صحة، بارك الله فيك أخويا أيمن اللي عرضتني في الحصة تاعك تاع السجان، وسيت ان غران بليزير لان نبارطاجي معاك الأسئلة اللي نخافك بزاف وشك حتفوزيني. هذا ما كان أمير كي يقول واحد خايف على شي يجي بالدرجة الأولى. درجة تاع الخوف ماشي خوف، يعني نخاف واش نحن نريبوندي، تخاف وين تريبوندي على حوايج اللي الناس ما يفهموهاش الحاجة البوزيتيف، يعني دائما نيجاتيف، هذه اللي نقول لك اللي نخاف منها. أكيد بما أنه أنت كممثل راح تتمحور الأسئلة تاعك حول أعمالك، حول ربما بين قوسين عدم استدعائك في الكثير من المرات للتمثيل. في البداية أمير خليني نعرف أصل مفهوم لقب يالاس، لأنه ماشي اسم لقبك الحقيقي، هو لقب الحقيقي تاعك ليس يالاس. لا ماشي يالاس، يالاس أمير. بون الاسم تاعي هو اللقب تاعي هو أمير، مي اللقب والاسم هو أميشي أمير، والاسم يالاس هدايا يالاس هو بالقبائلية يعني بالأمازيغ. كلمة يالاس يعني دائما كلس، يعني دائما أمير، دائما أمير، يعني أمير يقعد دائما أمير. يعني وهل بقي أمير إنسان أميرا في مجال التمثيل؟ في مجال التمثيل أمير بس كو في التمثيل ما كاش ممثل يعني الميور كوميديا، كاين انتري بون انتربريتاسيون يعني اللي يدير الشخصية ويدخل فيها، بس كو الأدوار كل واحد كيفاش يلعبها، كاين اللي يتقن الدور وكاين اللي الدور هذاك مالغري يتقنه بالك ما يخرجش عليه، باسكو هنايا في الدومين ارتستيك هذايا كاين بزاف اللي ما يعرفش، اللي يقول على ما تزكيليش في هذا الفيلم، بالك المخرج البروفيل اللي يحوس عليه بالك ما شافكش فيه. وانا الكثره في البروفيل ديالي سواء نلعب اب، سواء نلعب طبيب، سواء نلعب افوكا، سواء نلعب جوج، شغل يقولوني بلي عندك لو فيزاج تاعك شغل ان بو انوسون، مي انا نقولهم نقدر نلعب بزاف ادوار، يعني دائما يحصروك في ادوار معينه. يعطيك الصحه، هذه حاجه ما ولاش تعجبك ربما. ما تعجبنيش بزاف، باسكو علاه؟ باسكو انا ديجا خرجت من المعهد من الكونسيرفاتوار، قريت 7 سنين ونحيي الشيخ تاعي باتش بوعلام اللي هو تاني قرا عند على المحب، وقريت 7 سنين وتعلمت من عنه بزاف حوايج. يعني انا ما نلعبش برك دراما، نقدر نلعب كوميك، نلعب تراجيدي، نقدر نروح من شخصيه لشخصيه، باسكو وين قريت عندي الادوات اللي نقدر نتقمص اي شخصيه يمدوها لي. طيب امير، يقولوا انه امير عنيف في تعامله مع المخرجين وحتى مع الاصدقاء اللي مثلوا معه. عنيف في تصرفاته وحتى في عقليته، صعب انه يتعاملوا مع امير. هادية ما شكيتش، باسكو انا كل ما يزقولي في البلاطو دو تورناج الحمد لله انا نقدر كل واحد، يعني من الستاف، من اللي حاكم، لي شوفور اللي وصلونا، حتى المخرج
ما عندي حتى مشكل. وعلاش يقولوا فيك الكلام هذا؟ شكون اللي يقولوا هذا الكلام؟ انت اكيد سمعت هذا الكلام. سمعت الكلام بزاف بزاف. في رايك انت كشخص كممثل راك تقول بلي انا انسان راقي في تصرفاتي مع الممثلين اللي معايا ومع المخرجين ومع كامل العمال او الممثلين؟ نعم. وشنو هو السبب اللي يخليهم يقولوا فيك هذا الكلام؟ شوف السبب، سبب هدايا مزيان كي طرحته لي ايمن، وما عرفش كيفاش جبت هذا السؤال هدايا، باسكو فريمون هذه هي الحاجه اللي جيناتني ديجا بزاف. انا في لي ديبي تاعي، يعني نهار كي بديت انايا، بون انا بديت من صغري، انا من 85 هاكي كان في عمري 15 سنه كنت نكتب اغاني. ومن بعد صرا لي واحد المشكل، ماشي مشكل على كل حال، شغل اللي كنت معاهم انايا شغل ما كانش ثقه، الثقه راحت، جبت روحي. واول وين بديت دخلت في المجال التمثيل هو في 2010، يعني 2010 السبه ديالي هي كانت خالتي الله يرحمها، ان شاء الله تكون من اهل الجنه ان شاء الله. بديت بالاشهارات، نهار كي بديت بالاشهارات كان بعد المخرجين تاع الاشهارات قالوا لي نتايا يا امير عندك بروفيل وعندك فاتشا تاع سينما تاع افلام دراما شغل تاع التلفازة. قلت لهم وي، قلت لهم مادام راك تشوف، قلت انا مادا بيا تورني وفي الدومين هذايا. انا مع الاول كي دخلت انا بالي واحد كيكون عنده شغل، عنده سيرتان شغل طموح، عنده شغل يحب يخرج واش عنده مؤهلات وعنده موهبه. بس على الموهبه لازم يتقنها ثاني، لازم يزيد يتقنها. عم بالي جاي يعاونوني. كاين بعد ما نقولكش ما نقدرش نجبد الاسماوات، كاين بعد اللي في الدومان سقسيتهم كاين اللي يقول لك والله ما على بالي، كاين اللي يقول لك انا يعيطوا لي انا خاطيني ما نديرش كاستينغ وما زغوا لي. اول حاجه بديت نتبع في الفيسبوك كيما يتبعوا الاخرين لي كاستينغ، بديت بالاشهارات. من الاشهارات اول فيلم ديالي اللي كان عندي دور صغير هو في بنباديس المسلسل اللي بث في التلفاز وقيلا في 2011 ولا 2012. من هذيك اللحظه انطلقت. بعد كي وليت نبان كاين عباد اللي مختصين، بلا ما نجبد الاسماوات ولا اللي مختصين، اللي هما تاع لي شارجور دو كاستينغ، حاشا اللي ما يستاهل، باسكو كاين اللي في شارجور دو كاستينغ اللي من هذا المنبر نشكرهم بالبزاف، باسكو فريمون كاين اللي هما عاونوني وزقوا لي، وكاين اللي شافوني باللي انطلقت وشغل دخلت في مرحله وين بديت نبان، رجعوا يحرقوني مع كما نقولوا المنتجين المخرجين تانيك مساعد مخرج. واول حاجه ما يقدرش دوك يجوجيني على اللعب ديالي، باسكو الحمد لله ما كانش واحد اللي ما يغلطش في البلاطو، مشى الحمد لله. انا كاع اللي الادوار اللي لعبتهم فمام في بنت البلاد ولا في الخاوة ولا في زوج مسلسلات باللغة القبائلية ولا بيبيشو بيبيشا ولا مع المشتي ولا الحمد لله. شغل كي نبدا نلعب الدور تاعي انا ديجا بداتي نحب نتقنو، ماذا بيا باش الناس هي شغل ندي الشكر من عند الناس، شغل الناس هما اللي يشوفوني اسكو راني مليح ولا مانيش مليح. ديجا وصلت وين كاين وين بين المعجبين لي فان تاعي في الفيسبوك ولا يقولوا لي والله العظيم كيجوزوا هاد لي فيتون تاع العام اللي فات ولا، يقولوا لي والله ماذا بينا شغل نشوفوك. نقول لهم يا ودي انا ما رانيش شغل نحوس خدمه في شركه، هذه كاين منتجين كاين مخرجين. بصح امير المنتجين كاين اللي يحوس عليك، كاين المخرجين اللي يحوسوا عليك، لكن حبيت نعرف شكون اللي يقولهم باللي بدل النيميرو تاع التليفون، ماهوش هنا، ما تعيطولوش، على خاطر راهو خدام في جهه واحده اخرى. شوف هي باينه، هي بلا ما نغطوا الشمس بالغربال، هي باينه. هي اول حاجه قايتين كاين اللي شارجو دو كاستينغ سي سيور، انا قلت لك انايا قلت لك حاشا اللي ما يستاهلهاش، احنا ما نجمعوش. واش يديروا هادو؟ واش يديروا؟ كاين اللي يحبوا ياكلوا معاك. كاين انا جابوا لي خبر، جابوا لي خبر في مسلسلات بلا ما نجبد الاسماء تاعهم، اللي عطوني ادوار اللي وصلت وين ما يقدرش يقطع فيا في اللعب ديالي. قالوا لهم يا ودي هذاك ما تقولوش باسكو يدوموندي الكاشي،
وانا فاش ندوموندي الكاجي انا حاجه اللي ما يتقبلهاش العقل. واحد كي تحب تنيغوسي معاه مام في الكاشي تسقي له اون بيرسون، انت كي تروح تشري الحاجه في حانوت باش يساعدك تهضر معاه مول شي، ماشي تسمع لواحد يقول لك هذا يدوموندي الكاشي. وانا هذه كلمه الكاشي هذه سمعتها بليزيور فوا بليزيور فوا، هذيك تاع يدوموندي الكاشي. مام لو كان دوموندي الكاشي حقي اخ ايمن من حقي، انا ثاني قريت انا تنك في قرايتي حطيت الدراهم، وكي حطيت الدراهم ما ندمتش اللي حطيت الدراهم في قرايتي. قريت انا الحمد لله نحمد ربي ونشكره على النعمه اللي عطيها لي، ومازال نزيد نتعلم. قريت كيما نقولوا المسرح 7 سنين، عندي تاني قريت سيناريزم، قريت تاني واسمو المسرح واسمو لا فوا اوف تاع المسرح الحمد لله، ودرت تانيك الكوريغراف، كنت كوريغراف تاع عامل صيانه السفن ايضا تاني بون وتاني وانا بون نسواش هذه تاني. انا بون لو مومون راني نخدم، راني كيما نقولوا كونترو ماتر، شغل حاكم سبيساليتي تاع لا سودور كاع واش يليق في البوابر. نخدم في شركه وطنيه لوريناف اللي نحييهم من هذا المنبر، العمال كاع تاع لوريناف والحمد لله. انا يا اموا عدو بلا كلمه تاعنا، انا راني خدام في شركه معليش، لو كان ما جيتش خدام في شركه وهذيك اللي كانت وسيله القوت ديالي يعني كيفاش تماك تحس انت راك مظلوم في هذا الجانب؟ هادي تاع صح اني مظلوم، بون كي راني مظلوم مانيش نشتكي، لا انا ماذا بيا كاينين نهضر هكذا، بالك كاين سيرتان كوميديا ما قدروش يهضروا واش نهضر انا، باسكو انا نهضر نورمال، انا باسكو رزق على ربي وتاني ماشي زعما كي نهضر هكذا زعما راني نحوس نقول لكم ازقوني نلعب. انا ولا البروفيل تاعي يعجبكم نجي نلعب، اللهم بارك علينا. البروفيل ما يناسبش واش راح نلعب، اللهم بارك. انا راني في خدمتي راني نخدم، شفتوا البروفيل تاعي يناسب زقيتوا لي اهلا وسهلا راني هنا. مي انا واش حبيت نهضر في هذا المنبر يعني العباد اللي بيحرقوا في لي كوميديا، كاين لي عباد يقولوا هدايا في البلاطو قبيح، هذا في البلاطو يداصر، هذا ما تزقيلوش باسكو الكاشي تاعو طالع، هذا ما تزقيلوش ما يعرفش يلعب. وهدايا لا، تهضر على عبد اللي انت ما سييتوش، تهضر على عبد اللي ما تعرفوش، تهضر على عبد اللي ما عشرتوش. هكذا دوك انتايا لو كان في لي برودوي اللي لعبت فيهم انايا ما مديتش وما كما نقولوا ما عجبتكش في اللعب ديالي، تمك انا نظلم روحي، نشوف روحي بلي انا ماشي تاع تمثيل، اعطيني ماشي تاع تمثيل. من هذا الدومين هذايا انا حبيته ماشي باش ندخل فيه دراهم، والحمد لله مام تاني درت فورماسيون في فرنسا، فورماسيون تاع 10 ايام الحمد لله، وتلاقيت مع عباد ما شاء الله يطول قيمتك. انت كامير كممثل راك تشوف باللي التمثيل في الجزائر وهذا المجال راهو يتحسن ولا راهو يزيد تسوء حالته بكل صراحه؟ شوف انا نعطيك بكل صراحه، شوف احنا التمثيل هنا في الجزائر سورتو العوام هذوما اللي جاوا التمثيل راهو يتحسن، ماشي يتحسن. شكون اللي فسدوا؟ فسدوا انا قلت لك شكون، كاين عباد اللي خاطيهم الدومين قاعد تلقاهم يحرقوا في الممثلين. لو كان امير نشوفوا كامل الممثلين او الاغلبيه فيهم يقولوا باللي هادو تاع مواقع التواصل الاجتماعي ما يحق لهمش يمثلوا وما يحق لهمش يدخلوا في اعمال رمضانيه او غير رمضانيه. العكس امير يقول باللي هادو ما عندهم حتى ذنب ومن حقهم انهم يمثلوا. كيفاش هذه انت تكون مختلف على البقيه؟ يعني وشنو هما البراهين ديالك للدفاع عنهم؟ شوف انا ماشي ندافع عليهم ولا زعما راني معاهم، انا نهضر واش راني نشوف. هذوما المؤثرين انستغرامر يوتيوبر تيك توك، سورتو تيك توك راهو داير حاله باسكو دخل تيك توك قال لك راهم يديروا بهم دراهم. مي المؤثرين هذوما انا والله ما يقلقوني، علاه؟ باسكو هاد المؤثرين قبل ما يديروا المحتوى تاعهم في لي ريزو سوسيو داروا دي كاستينغ، داروا دي كاستينغ وشافوا روحهم باللي ما يزقولهمش، ومام لو كان يزقولهم شغل فيغوراسيون. لا تكنولوجي كما تعرف دوك اخر تليفون يعني الطراز تاعو مام لا كاليتي ديماج تاعو راهي 4K، يدير محتوى يدير فيديو يطلع فيه ليكا.
مي البروبليم ماشي فيه، البروبليم اللي جابوا الى في المسلسل هذاك. باسكو انا ما نلوموش باسكو هو ثاني كيحب يتورني، هو ثاني كيحب يبين روحه، ماذا به يشوفوه الناس، ماذا به يكون عنده لي فيو، ماذا به يزيد يطلع كيما نقولوا لي فولوور تاعو. مي البروبليم سي شكون اللي زقالو، شكون اللي جابو، وشكون اللي كيما نقولوا باش عطى له الدور الرئيسي. انا ما عندي اوكان بروبلام، وما انا ما يقلقوني هذوما المؤثرين، ما راني كيما نقولوا ضدهم ولا والو. هو لقى اوكازيون زقاولو او يلعب بصحته، مي راني نقول لك اللي زقالو. و سي بور سا هذوما كاين دي كوميديان، دي غران كوميديان اللي نقدرهم هذا المنبر، عندهم الحق اللي يشوفوا روحهم ممشين، باسكو هما تانوك مدوا للفن بزاف، كاين اللي قرا وكاين اللي ساكريفا بزاف حوايج، وكاين دي كوميديان اللي كانوا يبانوا دوك رجعوا هذا العام هذا اللي باش راهم زقاو لهم. وانا من عندي انايا الخلل هذا وين راهو، لازم اللي راهو يغربل هو اللي يعرف شكون يجيب. باسكو هادي تاع الظاهره تاع المؤثرين قام يهضروا عليها. انت ما راكش ضدهم؟ انا مانيش ضدهم، انا ربي سهل عليهم. انا وكون جيت انت منتج عندك مشكل انك تعيط لهم؟ انا لو شوف انا كاين حاجه، انا لو كان كنت منتج ولا كنت مخرج انا نزقي اللي عنده لي كاباسيتي اللي يلعب. باسكو في واحد كيكون يلعب نامبورت مسلسل درامي ولا كوميدي ولا تراجيدي ولا تريلر، نورمالمون كاين اون ديريكسيون داكتور، فهمت؟ كاين اون ديريكسيون داكتور، لا ديريكسيون داكتور هذه هو اللي يعاونك باش تدخل في الشخصيه لو يحوس عليها هو. وكاين لا غالب كاين اللي مالغري يكون اون ديريكسيون داكتور اللي باش يخرج منك الشخصيه اللي يحوس عليها، لا غالب ما عندوش. باسكو علاه؟ باسكو بالك ما قراش المسرح، باسكو المسرح ابو الفنون. المسرح كي تطلع فوق الخشبه تزلق تتفلق، يعني ماشي كيما في البلاطو. في البلاطو شويه ماكياج عاود 10 خطرات ولا 20 خطره ادي لابون، في المسرح لا في المسرح كيما قلت لك تزلق تتفلق، لتمناك ليزيكسبريسيون وتانيك المظاهر الداخلية والخارجية تبينهم للمشاهد. طيب أنت كأمير كممثل، نعم، راضي على مشوارك بكل صراحة؟ أنا بكل صراحة أني راضي على مشواري الحمد لله. والعام هذا في رمضان هذا اللي شوف راضي على الأعمال اللي قدمتها؟ أنا ولا غاني راضي. أنا شوف أنا في هذا المنبر تانيك زين نشكر المخرج جعفر قاسم اللي دار فيها ثقة، ونشكره مليح مليح باسكو فريمون انسان ما شاء الله، مخرج ما شاء الله، ومام الخدمه ديالو يشرفني اللي لعبت في البرودوي تاعو. وجلست ثاني كين سيكونس مع سيكوريتي الواره مع رحيم. وصل امير لهذاك الطموح اللي كان حاب يوصله في بدايته؟ لانه عندك كثير اعمال. عندي الأمال اللي لعبتهم عندي بزاف، واللي برزت فيه أكثر هو مسلسل بنت البلاد. بنت البلاد نعم، بكل أجزائه كاع لعبت الأول والثاني والثالث. بون الأول اللي لعبت فيه بزاف، الثاني شوية، الثالث اللي ثاني كبنت فيه، الرابع مازال ما بان عليه والو. أنا ما عندي حتى والسبب والله ما على بالي، هذه والله ما على بالي. نورمالمون كاين يقولوا كاين الرابع، مي ما بان والو، شغل غير إشاعات. طيب أمر، لو كان الآن هذو المنتجين الفاسدين اللي راك تقول عليهم أنت على حسب كلامك وحسب تصريحاتك كان يكونوا يسمعوا فيك الآن، واش توجه لهم؟ أنا شوف نوجه الرسالة هذه العباد هذوما اللي أما على بالهم شكون، بركونا من هاد الشيء هذايا اللي راكو ديروا فيه. باسكو كاين مانيش نهضر على روحي أنا، أي نهضر على بزاف ممثلين اللي هم منهمشين، هم تهمشين بزاف. على دوك نتايا كي يقول لك زقي البنادم ولا باش تنيغوسي معاه تقول بلي هذا دوموندي الكاشي، هضرت معايا سقسيتني قلت لي ما مولان دوموندي الكاشي حقي، انا ما رايش ندوموندي المستحيل،
البارم يعرفوه كاع الناس، وبلا ما نقولوش البارم، كل واحد كل واحد وقدره. ما نقولكش انا بالك الكاشي تاعي والكاشي تاع واحد بروفيسيونيل سي با لا ميم شوز، كل واحد وقدره. مي واش الا تقول انت هذا اللي راني نهضر معاه، هادو العباد اللي نهضر معاهم يعني سقموا روحهم، يسقموا روحهم بزاف. وثاني كاين ناس بزاف اللي كيما انايا لهاد العباد هادو ما همشوهم بزاف. وانا كاني نهضر هاد الشيء ماشي راني نطلب ولا راني نتمسكن ولا راني زعما نهضر هكا باش زعما تشوفوني باش تعطوني خدمه، لا لا الحمد لله. انا ابار الفن اللي نحبه اللي راهي شغل البذره كانت صغيره وخلقت ورده في قلبي مازالها للدوك نسقيها كما نقولوا بالروح تاع الفن، انني خدام نحمد ربي ونشكره، راني خدام في شركه وطنيه لتصليح البواخر الحمد لله، عندي قريب 30 سنه. مي راني نخمم دوكا يعني كاين عباد كما قلت القبيلات اللي راهم يتنعشوا بالفن، اللي راهم ياكلوا من الفن، اللي راهم يعيشوا بالفن، يعني ما تشوفهمش كيما دوكا كي راهم صغار راهم يلعبوا. انا نعرف معليش راني نشوف بلي لي زاكتور تاعنا غير اون فوا يكبروا وكاين بلا ما نجبدوا الاسماء يتهمشوا ويروحوا، كاين بزاف اللي ماتوا فلوبلي. حنايا الفن تاع اسمو الممثلين تاعنا هنا في التسير حاشا اللي ما يسالهاش، يستعملوهم يديروا بهم كيما نقولوا البوز، يديروا بهم دراهم لاخر، بصح اون فوا يمرض ولا تصرى له كش حاجه ينساو. شوف في الامريكان في لي فيلم نامبورت كيل فيلم من داك ويزقوا ان كوميديان يديروا له ان اوماج، يجيش ولا ان جيست على يديروا له لو جيست هذاك، يعني ان اوماج باللي ما نسيناكش مالغري تو دوني دون لا تيليفيزيون ولا دون لو سينما امريكا بصح راك معانا. الهند لا ميم شوز، كاين دي غرون كوميديان هندو لي جابوهم ولعبوا تماك وشغل داروا دي جيست سي دي زوماج، يعني مازال لهم كيما نقولوا شغل سي كيما نقولوا حنايا انتم الشمعه تاعنا. على الناس يهضروا بالشمعه باسكو الشمعه لافلام تاعها شغل تطفى غير بالعقل، راهي شغل حيه الناس ماشي كيما الضو تطفيه راهي ظلمه، بصح الشمعه تقدر تشتلك كاع الليل. صح أمير، وصلنا لنهاية العدد، نتمنى لك كل التوفيق. أمين. إن شاء الله تكون رسالتك وصلت لكل هؤلاء المنتجين. أنت تكلمت على مجالك، دفعت على حقك وحق فنانين آخرين. أنا أبقى فقط مجرد مقدم برنامج، أطرح الموضوع في تخصصك أنت وتبقى أنت سيد الموقف، تتحمل كل المسؤولية تجاه هذه التصريحات تاعك. أمير خليك حرية الختام، كلمة أخيرة للشعب الجزائري لعائلتك ولمتابعيك أيضا في هذا رمضان. أول حاجة هو نشكرك أنت أيمن اللي عرفتني في الحصة تاعك، بارك الله فيك، والحصة تاعك اللي نتبعها. واش كنت ناظر أنا مسؤول واش كنت ناظر عليه، والحمد لله واش كنت ناظر ما قست حتى واحد وما بلسيت حتى واحد. رسالتي تانيك قبل ما نشكر الشعب هي نسلم على الأم تاعي اللي راهي شوية عيانة، ربي يجيب لها الشفاء إن شاء الله. أمين. نسلم على الزوجة تاعي، على أولادي لينا وأنايس. نترحم على خويا الله يرحمه اللي عنده دوكا قريب 4 سنين من اللي توفى. نسلم على الزوجة تاعو وعلى أولاده هانا وناهي ولا فامي كاع أميشي ولا فامي بوشان تاع نسابي. أنا واش نقول للشعب الجزائري؟ بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة اللي درتوا فيها الثقة، ولو كان ماشي ربي سبحانه في السماء وانتوما بكم اللي انتوما الطاقة تاعي وهما اللي عطوني الكرة، عطوني الكوراج باش يلا أمير اللي في المشوار الفني راه مازال يستمر. وكاع واش قلت يعني انا ماني مبليسي حتى واحد وما راني نجرح حتى واحد لاخر، انا راني نهضر يعني مادابية ما تهمشوش الممثلين اللي عندهم ان كارير في الميدان الفني، ويعني هادوما اللي هم مسؤولين اللي راهم يكذبوا على الفنانين واللي راهم يخبوا على الفنانين، يعني كمخرج ولا منتج ولا مساعد مخرج، يعني كي يكون عندك حاجه
او كاين ان كوميديان ولا ان كوميديان ولا ان شونتور ولا ان شونتوز ولا نامبورت اتفاهم معاه ديريكتومون. ان شاء الله تكون رسالتك وصلت امير. ان شاء الله بارك الله فيك يعطيك الصحه. نتمنى لك كل التوفيق امير. شكرا مره ثانيه. مشاهدينا الكرام الى هنا نصل لنهايه عددنا لنهار اليوم مع الممثل يالاس امير، على امل ان نلقاكم في عدد قادم بحول الله مع ضيوف اخرين طبعا مع جراه اخرى. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي انا وكل الطاقم العامل بهذا البرنامج، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء. We'll be right back.